حكيت عن عمولات حسب ما سرب أو نقل عنك عن عمولات ب 26 مليون دولار وقت صفقة البواخر. ويوما قال أنه بالجلسة خبط الوزير جبران باسيل على الطاولة وهدد بالاستقالة من الحكومة إذا ما تمشي قصة البواخر. طيب لو بوقت حضرتك عملت مثل اليوم، مش كنا وفرنا على حالنا الصفقة والبواخر والعمولات وكل هالمعاناة اللي وصلنا لها؟ أكيد أكيد، ولكن وقتها كنا نحن مجلس النواب أقر 1.2 مليار ليرة لبناني، 800 مليون دولار، أقر مجلس النواب عطانا قانون برنامج للكهرباء واشترينا المعدات لدير عمار وللزهراني لحتى يتركبوا، ولكن جاءتك وثم ما ركبوا لأنه كان في مشكلة مشان الفي اي تي. فنحن قلنا للمدى القصير جدا لنقضي صيفية كنا معلش بنمشي بحل بواخر لأنه نحن حنركب المولدات الكبيرة، التوربينات الكبيرة والتوربينات لسوء الحظ ما انعملت وبقي شركة الكهرباء بقيت البواخر سنوات عديدة. طيب هل صحيح في كان عمولة ب 26 مليون دولار يلي نقلت عن لسانك؟ لا أنا هقول لك صدقا، أنا تبعت كل الحلقات اللي عملهم الأستاذ رياض أبيسي وهادي الأمين على الجديد، لنحكى في أشياء أول مرة بسمعها وتفاجأت فيها، وهن عم بيلاحقوا الموضوع أنا مني ملاحقة ولني قضاء ولني محكمة. بس بوقتها أنا ما نمست شيء مباشرة بالموضوع، بس بوقتها نقل عن لسانك أنه أنت صحيح. حكيت أنه في عمولات بهالصفقة و26 مليون دولار، هل فعلا هيك حكيت؟ هل فعلا ما نقل عن لسانك دقيق؟ اللي بقدر أقول لك أني حسب بذكر بوقتها وقت البواخر كنت عم بتناقش أنا والتركي صاحب الشركة، بقى كنا عم نعمل العقد على 3 سنوات، قال لي اعمله على 5 نزل السعر كتير، نزل السعر. قلت له ليش؟ قال لي لأنه البنى التحتية اللي بدنا نركبها حنستهلكها على 3 سنين، لأنه في بنى تحتية غير قصة الباخرة الوصل وكل شيء، حنستهلكها إذا بنستهلكها على 5 سنين بتصفي السعر أقل. فعملت حسابي أنا فرق هالسعر قديش بده يكون حيركبها، قمت قلت أنا أنه ربما هذه أعطيت كعمولات كفرق سعر، بس أنا عندي شيء ملموس ما في. وفرق السعر هالقد كان 26 مليون دولار؟ أنتوا بالحلقة طلع معكم نفس المبلغ تمام، طلع معكم 25 بعد أو 26. طيب